السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير متضمنة استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية. وخلال استقباله الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وبحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح أفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة السيد دينا ألوركول وزير شؤون شرق أفريقيا، والسيد جابريال شانغ سونغ وزير التعليم العالي، والسيد ستيفن كوال وزير بناء السلام، والسيد رمضان محمد عبد الله مقرر مستشارية الأمن القومي بجنوب السودان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول توت جلواك سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير متضمنة استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية. من جانبه رحب السيد الرئيس بالضيف الكريم طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، ومؤكدا حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها. كما أكد السيد الرئيس عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي من أجل نقل الخبرة المصرية في رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان، خاصة في قطاعات التخطيط العمراني والبنية الأساسية والطرق والمحاور والنقل، فضلاً عن تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات تدريب الكوادر البشرية والتعليم بمختلف مراحله والزراعة والري ومحطات المياه وغيرها من القطاعات. وأضاف المتحدث الرسمي أن مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمنا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومؤكدا على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في دفع عملية البناء، وذلك بهدف تلبية طموحات الشعب الجنوب السوداني نحو مستقبل أفضل، وفي إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثيقة. كما شهد اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف سد النهضة. أشاد الرئيس السيسي بجهود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال فترة ولايته لإحداث تطور ملموس في مجمل العلاقات بين مصر وبريطانيا، مؤكداً تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيد الرئيس من رئيس الوزراء البريطاني. وبحسب ما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية فإن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ في ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ في شرم الشيخ بنوفمبر المقبل. من جانبه ثمن جونسون على الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، مشيدا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات، ومؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تعد شريكا مهما لبريطانيا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط والقارة الإفريقية، ومشيرا إلى حرص بريطانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعيا للتنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى أن حزمة الدعم تأتي لمساعدة المواطنين على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الأزمة في أوكرانيا. الحقيقة النهاردة مناسبة هذا يعني المؤتمر أن احنا نعلن عن بدء إطلاق أو بدء تنفيذ الحزمة الحماية الاجتماعية اللي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدني كحزمة استثنائية وإضافية لطبعا مواجهة الأزمة العالمية الكبرى اللي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية. ويمكن احنا كنا أعلننا ان احنا لما أعلننا عن هذه الحزمة بعد ما تم عرضها على فخامة الرئيس قلنا ان احنا هناخد حوالي شهر علشان يعني انهاء كل الاعمال اللوجستيه والترتيبات المطلوبه عشان نبدا التنفيذ، وبالتالي يعني احنا كان تقديرنا ان شاء الله هنبدا اعتبارا من 1/9 يعني اول الشهر القادم على طول بدء فعلا التطبيق الفعلي على الارض. واضاف مدبولي ان كل الجهود التي تبذلها الدوله المصريه للتنميه لن يشعر بها المواطن في ظل الزياده السكانيه، مؤكدا ان الحكومه تقدمت للبرلمان بمشروعات قوانين لتجريم زواج القاصرات وعماله الاطفال والتسرب من التعليم. احنا كحكومه وجدناها، جينا لقينا هذا التراكم الكبير اللي بقى له 40 سنه. فاعتقد يمكن هذه النقطه لازم اعتقد كلنا كمصريين لازم نتكلم فيها، ولازم وسائل الاعلام ورجال الفكر جنبا الى جنب مع المسؤولين يبقى كل تركيزنا، واعتقد المجتمع المدني لازم اللي هو موجود في الشارع لازم نبقى بنتكلم على هذه الجزئية. انا بقولها لحضراتكم، يعني تخيلوا اذا كنا بنتكلم على 1,600,000 كل سنة زيادة، طب لو الرقم ده بقى 600,000 فقط بدل 1,600,000، يعني متخيلين ممكن هيبقى الفرق ده قد ايه؟ 1,000,000 لو بس يعني قلنا، ولمده 10 سنين احنا بنتكلم في يعني تخفيض او تقليل ضغط وعبء على الدوله رهيب للفتره الجايه. هو ده اللي احنا كلنا كمصريين لازم نبقى شاعرين بعظم المسؤوليه في هذه المشكله وهذا التحدي في الفتره الجايه. عشان كده يمكن احنا تناقشنا كحكومة، كنا يعني سيادة الرئيس كان في فبراير نهاية فبراير الماضي يعني اطلق موضوع تنمية الاسرة ووجه الحكومة انها تبدأ اعتبارا من العام المالي الجديد اللي هو بدأناه في تنفيذ هذه الفعالية. احنا يمكن اتكلمنا على العديد من الخطوات اللي هنبدأ بالفعل او بدأنا تنفيذها على الارض بالفعل نحو عمل حوافز ايجابية للمواطنين وللمرأة المصرية على الاخص عشان نشجعها على هذا الموضوع. ولكن يبقى ثلاث تحديات احنا الحقيقة تقدمنا بيهم للبرلمان بتشريعات لان محتاجين ان هم يقروا باسرع وقت علشان نبدأ تفعيلهم على الارض. موضوع تجريم الكامل لكل المسؤولين عن زواج القاصرات، موضوع عمالة الاطفال، والموضوع الثالث التسرب من التعليم. كما اعتبر مدبولي أن أداء الدولة رغم التحديات غير المسبوقة يثبت أن مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على الصمود، مؤكدا أن الزيادة السكانية ستظل التحدي الرئيسي أمام جهود التنمية. أنا بقولها لكل مصر ولكل المواطنين المصريين، أي جهد النهاردة بيبذل من الدولة واللي هو جهد ما أعتقدش أن يعني هيبقى بهذا الحجم الكبير جدا اللي بيبذل في يعني هيبقى يعني تشهده مصر في فترات قادمة، أنا بتكلم بمنتهى الأمانة. كل هذا الجهد مش هنحس بيه طول ما هذه الزيادة بتحصل بهذه المعدلات. وعشان كده يعني إحنا كمصريين لازم نتوقف مع نفسنا ونقول أعتقد إن إحنا محتاجين ولفترة ما، ويمكن دايما كنا بنتكلم هذه الجزئية، احنا بس لو كلنا مع مصر الحكومة مع الدولة ومع المواطنين وفكرنا ان احنا يبقى عندنا برنامج وعندنا وعي ان حتى لمدة 10 سنين فقط يبقى كلنا بنجتهد ان لا يتجاوز عدد المواليد في اي اسرة، انا بتكلم على الاسر الجديدة او الاسر الحاليا اللي هم الشباب الحديث الزواج واللي موجودين، ان ما يتجاوز عدد الاطفال في الاسرة 2 هنقدر ان احنا نشوف الارقام دي بتنزل ونحقق المستهدف ان يبقى عندي قدرة كدولة مع كل المشروعات اللي احنا بنعملها دي
نقدر ان الناس تبدأ تشعر ان حصل تحسن كبير في اوجه الحياه، ونقدر احنا كدوله نعوض الفجوه المتراكمه اللي بقى لها 30 40 سنه في نقص اعداد المدارس، في نقص اعداد مستشفيات، في خدمات. استطاع الاقتصاد المصري تحقيق ارقام جيده رغم الاوضاع الدوليه بعد ان استقر معدل البطاله في الربع الثاني من 2022 عند 7.2%، بينما زادت صادرات مصر غير البترولية ب 20% خلال الربع الأول من العام مسجلة 9.8 مليار دولار. وعلى المستوى الدولي لاقت الإصلاحات الاقتصادية في مصر إشادات بما تم تحقيقه من إنجازات رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. نجح الاقتصاد المصري في الحفاظ على ثقة المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، إذ حقق العديد من النجاحات رغم التحديات المتتالية جراء تداعيات جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية. المزيد في هذا العرض مع زميلة إنجي طاهر. نجح الاقتصاد المصري في الحفاظ على ثقة المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، إذ حقق العديد من النجاحات رغم التحديات المتتالية جراء تداعيات جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو أغلب الاقتصادات العالمية، إلا أنه توقع في يوليو الماضي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023. وأشار أيضاً إلى أن الاقتصاد المصري حافظ على الترتيب 35 عالمياً من حيث أكبر الاقتصادات حجماً، وذلك خلال العامين الماليين 2020-2021 و2021-2022. أما البنك الدولي ففي تقريره عن توقعات الاقتصاد العالمي الذي أصدره في يونيو 2022 فقد توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام المالي الحالي 2021-2022 معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا، وهو الأعلى منذ 14 عاماً. وأضاف أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل مدعوماً بدفعة من صادرات الغاز المستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية،
كما أشار إلى أن مصر شهدت نشاطا اقتصاديا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022. وبلغة الأرقام، فقد استقر معدل البطالة في الربع الثاني من 2022 عند مستوى 27%، بينما حقق الميزان التجاري البترولي فائضا حوالي 4 مليارات دولار في عام 2021-2022. وفيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج، فقد ارتفعت ب 1.6% في العام 2021-2022 لتسجل 31 مليار و900 مليون دولار. الصادرات المصرية كان أداؤها إيجابيا هي الأخرى، حيث ارتفعت صادرات البلاد غير البترولية ب 20% خلال الربع الأول من 2022 لتسعة مليارات و180 مليون دولار. كما زادت صادرات الغاز خلال أول أربعة أشهر من العام بنسبة 98% لتصل إلى 3 مليارات و890 مليون دولار. وبلغت إيرادات قناة السويس في 2021-2022 7 مليارات دولار عند أعلى مستوى في تاريخها. إذن مشاهدين، كان هذا عرضا موجزا لأهم الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري وما حققه من نجاحات فاقت توقعات المؤسسات الدولية. أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قرب التوصل إلى اتفاق بشأن زيارة خبراء الوكالة إلى محطة زابوريجيا النووية. وأشار جروسي إلى أن روسيا وأوكرانيا متفقتان على ضرورة زيارة الوكالة إلى المحطة، وذلك خلال أيام. من ناحية أخرى، أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليونسكي أن الموعد المحتمل لزيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية أواخر أغسطس الجاري أو مطلع سبتمبر المقبل. وقال بوليونسكي إنه من الصعب التأكد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم التقديرات المتوقعة منها، مشيرا إلى أن مهمة بعثة الوكالة الدولية هي تقييم حالة المحطة ومدى سلامتها. أدانت الولايات المتحدة أي مسعى روسي لتحويل الطاقة من أوكرانيا، حيث قالت السلطات إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية فصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية بشكل كامل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الكهرباء التي تنتجها محطة زابوريجيا هي ملك لأوكرانيا، وإن أي محاولة لفصل المنشأة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وتحويلها إلى مناطق أخرى يعد أمرا غير مقبول. أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية إنرجواتوم أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأكبر في أوروبا والخاضعة للسيطرة الروسية والتي تتعرض للقصف المتكرر فصلت بشكل كامل عن الشبكة، وذلك بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال. وقالت الشركة إنه جرى فصل مفاعلي المحطة عن الشبكة، ونتيجة لذلك تم فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تماما عن شبكة الكهرباء للمرة الأولى في تاريخها. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply.
أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن اللوائح الجديدة لترشيد الطاقة لن تؤدي إلى الظلام في المدن الألمانية. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن لوائح ترشيد الطاقة التي أقرها مجلس الوزراء لا تشمل نوافذ المحلات وإضاءة الشوارع، بل إنها تسري على اللوحات الإعلانية المضاءة فقط. وأوضحت المتحدثة أن اللوائح تقضي بإطفاء هذه الإضاءة بين الساعة 10 مساء وحتى الساعة 4 بعد ظهر اليوم التالي. وصلت أسعار الكهرباء الأوروبية ارتفاعها في ظل أسوأ أزمة في الإمدادات منذ عقود. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار الكهرباء في ألمانيا وفرنسا ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي، وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 8.9%. وارتفع سعر وقود محطات الكهرباء إلى مستويات لم يصل إليها منذ الأسابيع الأولى للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، وذلك عندما وصلت الأسعار خلال تعاملات تلك الأيام إلى مستويات قياسية. تزداد مخاوف الدول الأوروبية في ظل أزمة ارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من نقص أو توقف إمدادات الغاز الروسي قبل دخول فصل الشتاء. المزيد في هذا العرض مع زميلة إنجي طاهر. مع اقتراب فصل الشتاء تزداد مخاوف القارة العجوز في ظل أزمة ارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من نقص أو توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. في الوقت نفسه تعمل الدول الأوروبية على تأمين احتياطاتها من الغاز. فقد كشفت منصة أوروبية متخصصة في إحصاءات تخزين الغاز الطبيعي أن مخزون فرنسا بلغ 90% استعداداً لفصل الشتاء وفي طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 100% من مخزون الغاز قبل شهر نوفمبر المقبل، وذلك من أجل التعامل مع نقص محتمل في الغاز. الظروف الحالية دفعت دولاً أخرى في البحث عن بدائل لمواجهة تلك الأزمة المتفاقمة، إذ شهدت ألمانيا قفزة بنسبة 22% في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليشمل استخدامها أسطح المنازل والمتاجر والمنشآت الصغيرة أو حتى في مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة. ونظراً لمحورية دور ألمانيا في سلاسل التوريد الاقتصادي، تحاول برلين تعويض أي نقص محتمل في توريدات الغاز الروسي، حيث سيوضع حد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة عند 19 درجة اعتباراً من الأول من سبتمبر، كما تحظر إضاءة المباني العامة والإعلانات المضيئة ليلاً من بين إجراءات أخرى. اتجاه آخر سلكته عدة دول باتخاذها إجراءات من شأنها توفير الطاقة، حيث دعت الحكومة السويسرية السلطات الحكومية والصناعة والعائلات إلى القيام بخفض طوعي لاستهلاك الغاز بنسبة 15% خلال أشهر الشتاء، في وقت تعتزم فيه أيضاً حظر استخدام الغاز للترفيه أو الرياضة أو الاستجمام في البلاد هذا الشتاء تجنباً لنقصه. أما في إسبانيا فقررت الحكومة فرض تدابير للاقتصاد في استهلاك الطاقة، وعلى رأسها التخفيف من استخدام المكيفات الهوائية وتحديد درجة حرارة استخدام التكييفات بـ 27 درجة مئوية في الجزء الأكبر من المتاجر والمؤسسات الثقافية ومنشآت النقل. أما في الشتاء فينبغي ألا تتخطى التدفئة في هذه المواقع 19 درجة. إذن مشاهدينا، هذا عرضاً موجزاً للتدابير التي شرعت عدد من الدول الأوروبية في تنفيذها لمواجهة النقص المحتمل في إمدادات الطاقة، خاصة في فترة الشتاء المقبل. تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل بسبب مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على الوقود. وانخفض خام القياسي أو خام مزيج برنت القياسي الأوروبي ب 1.88 دولار ليبلغ عند التسوية 99.34 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي 2.37 دولار إلى 92.52 دولار للبرميل عند التسوية. We'll be right back.
وصلت عضو مجلس الشيوخ الأمريكية مارشلا بلاكبورن إلى تايوان لتصبح رابع شخصية سياسية أمريكية تزور الجزيرة هذا الشهر. وكتبت بلاكبورن على حسابها في موقع تويتر إنها وصلت إلى تايوان لإرسال رسالة بأن الولايات المتحدة لن تسمح بعزل الجزيرة أو خضوعها للتهديدات الصينية، فيما قالت تايوان إنها ممتنة لأن أعضاء الكونغرس الأمريكي أظهروا مرة أخرى دعمهم القوي والتزامهم تجاه تايوان في وقت تواصل فيه الصين زيادة تهديداتها. اعتبرت السفارة الصينية بواشنطن أن زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان تؤكد أن الولايات المتحدة لا تريد استقرار المنطقة، واتهمت السفارة الصينية بواشنطن الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين. وصلت وحدات من الجيش الصيني إلى روسيا للمشاركة في مناورات فوستوك 2022 الاستراتيجية. من جانبها أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات ستركز على ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية، وتشارك في المناورات إلى جانب الصين وروسيا قوات من بيلاروسيا والهند وطاجكستان ومنغوليا. أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن حملة لدعم المرشحين الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في نوفمبر المقبل. وقال بايدن أمام حشد في ولاية ماريلاند إن البلاد بحاجة إلى التصويت لإنقاذ الديمقراطية مرة أخرى، متهما ترامب والجمهوريين بمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الوراء ونشر الغضب والعنف والكراهية. وعدد بايدن خلال كلمته بعضا من إنجازات إدارته فيما يتعلق بخفض التضخم وزيادة الضرائب على الشركات، مشيرا إلى أن إدارته ستحظر الأسلحة الهجومية إذا احتفظ الديمقراطيون بمجلسي الشيوخ والنواب. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل دعم العلاقات مع باريس تكريسا لمبدأ إقامة شراكة استراتيجية. وشدد تبون في مؤتمر صحفي بالجزائر على السعي إلى تفعيل آليات التعاون مع فرنسا من خلال اللجنة الحكومية المشتركة والحوار الاستراتيجي. تطرقت مع الرئيس ماكرون إلى جل مواضيع التعاون الثنائي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويضمن إعطاء دفعة نوعية لعلاقتنا في كل المجالات، وذلك تكريساً للتوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه المبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل مبادئ الاحترام والثقة المتبادلين وتوازن المصالح بين الدولتين. من جانبه أكد ماكرون أن المباحثات مع رئيس تبون تشمل البحوث والمحروقات والابتكار والتنقل بين البلدين، مشيرا إلى أن الواقع الدولي الراهن والمصاحب أو المصاعب الناتجة عنه تتطلب تعاونا من أجل مواجهة هذه التحديات.
نعرف أننا نتحدث عن منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولدينا الرغبة في حماية هذا الفضاء المشترك، وأيضا تمكين شبابنا من أجل أن يشتركوا في مشاريع البحث والتطوير وأن يقدموا المشاريع اللازمة في هذه المجالات. هذه من بين المحاور التي أحببت أن أركز عليها: التعاون الثنائي، هذه الشراكة المستقبلية أيضا ستجعلنا ننظر إلى الماضي يدا في يد، ولكن أن يكون لدينا العمل ضمن هذه اللجنة المشتركة. سأختم بالقول إن ختام جولة السابعة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. هذه تحياتي لؤي أباظة، دمتم دائما في أمان الله.